أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان الأربعاء 4 أغسطس 2021. حان الوقت للاختيار بين المتعة والحرية. سيسمح لك بالحرية إذا كان لديك حس المسؤولية، على الرغم من أنك بعد بذل جهد شاق زائد لن تتمكن من الوصول إلى هدفك المنشود، إلا أن المثابرة ستؤتي ثمارها لاحقا. لذا استمر في العمل، لا تحرج عندما يتعلق الأمر بالظروف المالية، سوف يتحسنون تدريجيا بمرور الوقت. عاطفيا، ستحتاج إلى الكثير من الصبر للتعامل مع شريكك اليوم. كن حذرا فيما تقوله إذا كنت تريد الحفاظ على السلام. يمكن أن تندلع الخلافات الطفيفة في القضايا الرئيسية، ومع ذلك هذا مجرد مضاد بسيط، ويجب أن لا تسلط الضوء على هذه الحادثة، وتفقد شيئا جيدا يحدث في حياتك. سيكون الصمت ذهبيا اليوم حقا. مهنيا، بذل قصاري جهدك، لقد كنت كثيرا داعما للآخرين، ولكن يبدو أنهم لا يهتمون بمصلحتهم حتى. انسى تقديرك لمساعيك، لذلك فقد لا تهتم بمثل هؤلاء الناس، واستمر. اربط المشاعر بالعمل التي تقوم به وليس بالأشخاص الذين لا تعطيهم أهمية لك. صحيا، لقد جربت تمرينا جديدا وهو يفعل المعجزات لك. اليوم قد تمطر بالمجاملات، ربما تكون قد فقدت بضع بوصات من محيط خصرك. لديك لقد تكون لديك أكثر نشاطا ونشاط، وقد تجذبك هواية جديدة، وقد تجد نفسك منغمسا فيها تماما. يتم تحديد يوم إيجابي للغاية بالنسبة لك اليوم.